كما هو معروف ان الهدر الزمن المدرسي اللي هو حاصر في ربوع المملكه للاسف بدورنا ندلو بدلوينا في هذه المؤسسه هذه باش نديروا وقفه احتجاجيه من اجل تنديد وايصال صوتنا الوزاره الوصيه باش تدير واحد الحل جذري لهاد التلاميذ هذو اللي هما ما تيقراوش لشهرين. عيب، وحنا دوله متقدمه، حنا دابا وصلنا لواحد المرحله اللي ما خصش يبان فيها هذا العيب هذا. كنعطيو نهدي عيوبنا، بعض عيوبنا الحمد لله المغرب راه غادي مزيان، بعض عيوبنا بعض الناس بعض الجيران اللي هما حاسدين حاقدين ويروجونها كما يريدون. هذا ما لا ينبغي، لكننا بغينا نوصلوا حنا في مغرب 2020 راه خص الامور تمشي بسلاسه. هذا الملف هذا ما يتبقاش لحد الان دابا شهرين والسيد الوزير ما قدرش يحل هذا الملف هذا، راه مشكل، راه عيب، عيب بزاف وعار. حنا دابا خدينا مثلا غادي ننظموا كاس العالم، ونشوفوا الدول اللي مشاركه معنا في تنظيم كاس العالم، ونشوفوا التعليم ديالهم فين واصل، لا البرتغال ولا اسبانيا. واش الاستاذ ديال اسبانيا مهمش ومقهور بحال الاستاذ ديال المغرب؟ واش الاستاذ ديال البرتغال؟ حنا مشينا لهاد الدول هادو يلاه كنا فيهم، لا البرتغال ولا اسبانيا، وزرنا بعض المؤسسات وكتشوف المستوى العالي والاهتمام الكبير اللي عاطين المؤسسات التعليميه. علاش حنا بالضبط؟ ياك بغينا نرتقيو في المجال الرياضي ونرتقيو في مجال التعليمي، راه بالتعليم كترتقي. راه المشاهير ديال كره القدم ديالنا حنا لا بونو ولا هذا، راه درسوا وقراو، راه تيتكلموا لغات فرنسيه انجليزيه. علاش؟ لان الدول التي كانوا يقيمون فيها عطاو التعليم. اجي ما بغيناش حنا لاعب مكلخ، اجي انت لاعب متميز ولكن قرا، تكلم، وعاء، تعلم. حنا التعليم كنهدموا فيه وبغينا نرقاو بالرياضه. هذه وزاره كنقول اي نعم، وزاره التربيه الوطنيه والرياضه. اذا كتدخي فلوس في مجال الرياضي وما تدخيش فلوس في مجال التعليم، مجال التربوي. راه بالتعليم وبالتربيه راه هو الرقي. لا يظن احد ولا يكذب عليكم ولا يحلم حالم بان غادي يكون شي ارتقاء او شي تقدم او شي ازدهار بدون تعليم. راه هذه راه مساله راه مفروغ منها. راه الامه التي تهدم هي التي تحقر المعلم، الامه التي تهمش هي التي تنقص من قيمه المعلم، الامه التي لا يبقى لها اثر هي التي ترمي الملف التعليم في سله المهملات. ونعود نقول عاوتاني مساله اخرى اشاره، هذا ليس بتهديد اللي غنقول دابا، لانه من حقنا وكيكفلوا لنا الدستور، ان الدستور كيكفل لنا حق المقاداه. حنا كجمعيات المجتمع المدني غادي نقاديو الوزاره الوصيه على هذا الهدر المدرسي وعلى هذا التعنس ديال الوزاره لعدم تلبيه مطالب الاساسيه اللي كتبان مشروعه. راه ابسط حنا ما نغلوش ما نهضروش في هذاك النظام المآسي كامل، ولكن علاش درتي الطابلوات ديال الاجور جميع؟ حنا ماشي ضدهم، ولكن نسيتي الطابلو ديال الاستاذ؟ علاش هذا؟ شنو هو مقصود؟ هذه مقصوده، زيدوها شي بركه على الاقل، زيدو حتى انت دير ليه طابلو ودير فيه ديك واحد الزيادات. ها نعطيناك مهام وعطيناك كذا، ولكن راه ما نسيناكش، راه حسنا لك الوضعيه الماديه ديالك. راه ماشي انه تلميذ كيقرا كيف قلت في منابر اخرى، ان التلميذ كيقرا عند الاستاذ وتياخذ البكالوري ديالو وتيمشي تيدير له في بي بي تي عامين وتيخرج تيتخلص 6500 درهم وعندي حاله اكثر من الاستاذ. التلميذ كيتخلص اكثر من الاستاذ اللي قراه، راه مهزله، عيب وعار. حنا كمغاربه وكبلد متقدم، المغرب للاسم ديالو الشهر في العالم كامل معروفين، اننا باقي عندنا واحد في مشكله ديال التعليم ما قدرش نحلوا ملف ديال التعليم. هذا راه مشكل كبير، مشكل كبير، وهذا المشكل غادي يولد مشاكل اخرى، لان الناس راه باقا ما كتهضرش على غلاء المعيشه، باقا لان تلهات دابا بالتعليم ما كتهضرش، راه غلاء المعيشه راه خطير جدا، وراه نقطه تفجر نقاط كثيره وحذاري من الشعب المغربي.